الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. تقنية مايكروسوفت الجديدة، ثورة أخرى في تكنولوجيا الواقع الافتراضي. طورت مايكروسوفت تقنية جديدة ستسمح للمستخدمين الموجودين في أماكن مختلفة بالتواصل مع بعضهم البعض كما لو أنهم كانوا في غرفة واحدة. فما هي هذه التقنية وكيف تعمل؟ بالرغم من أن المفاجآت في مهرجان كوتشيلا السنوي أمر اعتيادي، إلا أنه في عام 2012 كان الجمهور ينظر إلى المسرح بدهشة كبيرة، فقد ظهر مغني الراب الشهير توباك شاكور على المسرح وكأنه قد عاد إلى الحياة من جديد لتقديم حفل غنائي بجانب فناني هيب هوب مشهورين. كان الجمهور يستمتع بمدى روعة تكنولوجيا إسقاط الصور على أرض الواقع التي بات مستقبلها بفضل تقنية هولولينز قريباً أكثر من أي وقت مضى. قال الباحثون في محاضرة قام بها قسم أبحاث مايكروسوفت أن الطرق التي يتواصل بها الناس ستتغير قريباً، حيث سننتقل من عالم الشاشات ثنائية الأبعاد إلى شيء جديد، مما زاد حذر العامة من التكنولوجيا وتقدمها السريع. في هذه المحاضرة كان باحثو قسم أبحاث مايكروسوفت يتحدثون عن مشروعهم في الانتقال المجسم أو هولوبورتيشن، وهو انتقال افتراضي ثلاثي الأبعاد. في فيديو انتشر مؤخرا عن هذه التقنية يقول شهرام أزادي وهو مقدم الفيديو وأحد مديري البحث: تخيلوا لو كانت لدينا القدرة على الانتقال الآني من مكان إلى آخر، حيث ترتدي أنت وشخص آخر موجود في مكان آخر الهولولينز. سيصبح بإمكانكما رؤية بعضكما البعض في عالم ثلاثي الأبعاد، تتفاعلان مع بعضكما كما لو كنتما في غرفة واحدة. ويبدو في الفيديو الشخص الآخر يدور حول كرسي أزادي عندما طلب منه ذلك، حتى أن الاثنين قاما بحركة هاي فايف بدت وكأنها حقيقية. يقول أزادي أنه لتحقيق كل ما سبق كان عليهم إنشاء نوع جديد من التصوير ثلاثي الأبعاد. هذا النوع الجديد هو الهولوبورتيشن، وهو يسمح بالتقاط صور ثلاثية الأبعاد للأشخاص ويقوم بإعادة بنائها وضغطها وإرسالها آنياً إلى أي مكان في العالم، ويمكن للمستخدمين الموجودين في أماكن مختلفة أن يروا ويسمعوا ويتفاعلوا مع بعضهم البعض في عالم ثلاثي الأبعاد كما لو أنهم في مكان واحد. وكل ما يحتاجون إليه هو تقنية هولولينز، بالإضافة إلى سماعة الواقع الافتراضي الخاصة بمايكروسوفت. يقول أليكس كيبمان أحد موظفي شركة مايكروسوفت أنه ليس من الصعب التخيل أن التفاعلات من هذا النوع ستكون شيئاً معتاداً في المستقبل القريب، وأن هولولينز هي فكرة أكثر مما هي منتج، حيث أنها تهدف إلى تجاوز المكان والزمان وجعل التواصل بين البشر عملية ذات معنى. يقول برايان مينيجيس في مدونة جيزمودو أنه من الممكن استخدام هذه التقنية بشكل حي ومباشر، بالإضافة إلى إمكانية حفظ تسجيلات ثلاثية الأبعاد ثم تشغيلها في وقت لاحق. كما يقول عدنان فاروقي في موقع يوبر جيزمو أنه على الرغم من هذه الخطوة المتقدمة، إلا أن هذه التقنية تحتاج إلى عدد من الأجهزة لكي تصبح منتجاً سهل الاستخدام، ناهيك عن القدرة الحاسوبية، مما يعني أن ذلك سيأخذ بعض الوقت قبل أن تصبح هذه التقنية متوفرة في الأسواق. وقال أليكس كيبمان أن هولولينز أداة لاسلكية ومستقلة، وأنها الأداة الوحيدة التي تقوم بالحسابات الهولوغرافية بنفسها وبدون مساعدة أجهزة خارجية.
يتوقع متابعو أخبار التكنولوجيا الحصول على معلومات أخرى عن هولولينز في مؤتمر مايكروسوفت بيلد. إضافة إلى تطوير التواصل بين البشر، من الممكن أن تغير هذه التقنية جميع طرق الوصول إلى المعلومات. فبدل مشاهدة فيديوهات مسجلة للدورات الجامعية، سيصبح من الممكن أن تجتمع أنت والمحاضر في غرفة واحدة، وربما سنستغني عن الرسوم المتحركة لشرح المفاهيم ثلاثية الأبعاد، أي أنه سيصبح من الممكن تمثيل الفكرة أمام عينيك مباشرةً.